السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين أحسن ناس في الدنيا. المقاطعة يا جماعة حاولوا تعملوها، أقسم بالله العظيم ثلاثة ماشي. كل المحافظات اللي عملتها نجحت فيها وخلت الأسعار غصب عنها تنزل، غصب عنها تنزل. لسه ما اتعملتش هنا في القاهرة والمقاطعة شغالة ماشي، ريحت السمك كله، خلت السمك كله حن. أقل كيلو سمك البلطي بقى أقل 20 جنيه، يعني البلطي كان ب 85 كنا بنبيعه ب 85، دلوقتي البلطي لما بيطلع ب 57 وتصرف عليه 3 جنيه وتيجي تبيعه ب 65 مبلوعه مبلوعه كده. البلطي يا جماعه في العرض بتاعنا النهارده زي ما احنا شغالين ب 65. اسبوع يتعمل مقاطعه في القاهره قسما بالله السمك يبقى برخص التراب. خشوا على اللحمه والفراخ والسمك واعملوا مقاطعه، انا بقول لكم اعملوا مقاطعه، انا بتاع سمك بقول لكم اعملوا مقاطعه. عندي بور يا جماعه الله اكبر كنا بنبيعه ب 180 جنيه، البور النهارده ثلاثة ب 420، ده بوري ثلاثات. وفي عندي بوري اصغر شويه ماشي اربعات، ده الثلاثة كيلو يا جماعه ب 360، يعني البوري ده واقف معاك ب 120 كنا بنبيعه اخر يوم ب 170، النهارده البوري ده ب 120 والنهارده البوري ده ب 140. مفيش الكلام دوت ماشي، اعملوا بس مقاطعه وشوفوا الاسعار هتنزل ازاي. عندي المكرونه السويس الله اكبر كلها بطارخ، حاجه تبارك الله كده. مكرونه 3 ب 400، يعني معاك مكرونه ب 130 جنيه، مش معقول مش هتتكرر.